أخوك إبراهيم ولا مرة صار مشاكل بيناتكم؟ ولا مرة اختلفتوا؟ يعني دائما العلاقة ودية هيك؟ لا اخوي ابراهيم ما بيننا مشاكل، ما بيننا مشاكل يعني، بالعكس اخوي ابراهيم اليوم يساعدني وانا اساعده. فبعض الاحيان في بعض الجمهور قالوا ان انتوا وين تزعلت مع انت واخوك ابراهيم؟ لا بالعكس، بس هو كان يعني كان يمثل اللي هو الاب وابنه، اللي هو انا ابنه، فهو تورط فيني قال لي عمر انت فيك لحيه الحين اذا كبرت وين اوديك؟ قلت له ما عليك خلاص. فالحين اذا في افكار هو يساعدني فيها، افكار انا اساعده، وبعدين في لين قدام في مفاجات كثير يعني لي انا وابراهيم في على المستوى الاكبر ان شاء الله. عم تعملوا سوا ومستمرين بهذا الشيء؟ مستمرين، وحتى اخر فيلم لابراهيم للحين ما انعرض، انا كنت فيه مساعد مخرج، يعني شغالين مع بعض، يعني ما مستحيل واحد يزعل من اخوه يعني. اكيد. بدي اسالك اليوم، بتخاف انت من شخصية جمشيد؟ هلا هي الشخصية حققت نجاح كثير كبير وكل الناس حبتها وبتتابعها، لكن بتخاف انه تنحصر انت بهي الشخصية؟ يعني ما عاد تقدر تعمل شيء ثاني؟ هذا السؤال حلو، عجبني السؤال، لكن لا انا ما بنحصر لاني انا قاعد اسوي الاثنين الدورين، فعشان كذا اخلي عمر وجمشيد، فما اتوقع اني بنحصر يعني في يوم من الايام، وبالعكس انا بعد الجامعه ان شاء الله بشتغل على شخصيه جمشيد اكثر واكثر. عرفت؟ ممكن تروح لشخصيه ثانيه خلص، يعني مرحله مثلا انه خلص انتهت شخصيه جمشيد، تعمل شيء مختلف عنها؟ ممكن، بس ليه؟ شوف انا ليه الحين عمر اللي هو عمر ما حصل فرصته، اللي هو شخصية عمر في التمثيل للحين ما حصل فرصته، فإذا حصلت الفرصة بتكون شخصية عمر حلوة أتوقع في التمثيل يعني. وجمشيد عادي، ما خلي هو يساعدني الحين، جمشيد ما هو أنا أسوي الدورين، خليه يساعدني، مرة أنا مرة هو. بتحكي عن جمشيد، انا يعني صار عندي احساس انه عن جد في حدا اسمه، حتى انا والله حتى يعني أنا. تحس انه شخص عايش موجود معك. انا اسميه ضميري، هذا والله اسميه ضميري، فهو صدق ضميري جمشيد، حتى يعني جمشيد حسي الداخلي، انا اللي انا احس فيه من داخل هو جمشيد، فاحسه نفس ضميري يعني.